لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. باش توفى قال لك رقد ناضمت ما كحتى حاجه قال لك اني قصر لبس به ما يش فاهمه انا على هذيك. لو كان زعما كان مريض ولا حاجه نقول باللي هذا السيد راه مريض, نقول باللي راه مريض كشغل جسمي ولا عقلي يتعود. بصح هذا كان لبس به وطف قالوا لي ما امنتش. انا قلت نهبط للجزائر راني هابطه للعرس, كنا حنديروا عرس تاع وليد خالي, هذا خالي واحد اخر عندي زوج اخوالي. قلت انا هبطوا للعرس وكاع ويتخلي حيتزوج وتنشوف نهبط معايا ميرو مازال كاع ما شافوش, نروح للدومباساد نخدم له الورق تاعو ودركا شوفي واش صرا. دركا مسكين مات, قلت زعما يشوفوا خالي ويخرجوا معاه وحوس بيه ويشيلوا الحلوه. قال كل مره يقول لي جيبي ميرو مونيا عبك صوته راه في ودني مونيا واش راكي حنونه راكي مليحه ما فهمت والو. بالك مرض ما فاقش والله ما على بالي. هو اصلا عنده السكر وعنده لوطونسيون. يما مسكينه ما عايش مليحه, دي خايفه غير كاش ما يصرى لها ولا تنغم. راحت تاكل قلت لها روحي كولي ما كليتي والو, ماكلاتش قاعيتك من الصباح ماكلاتش. وانا دركا بتجابوا لي واحد لاصوص بيضة شربتها مع واحد لاصوص بنية. الحمد لله على كل حال, عظم الله نموت مرة صعيب الحال. ان شاء الله ربي ان شاء الله يدخلوا الجنة الفردوس كاع بعبيكم. ماما تموت علي عاونها بزاف في حياتها كي كنت في الجزائر وكانوا يصراو دي بروبليم كتجي ما تدينا ومرات يطبعوها ويسبوها ويضربوها. كان هو دائما يدافع عليها, هو دائما يقف معاها, هو دائما يضارب على جالها, هو دائما تجي فيه الضربه نشفى لها كي مليون. كان يقول لي حنونه مونيا واش راكي واش خص بنت اختي واش خصها. استغفر الله يا ربي. وي صح اختي, امبارح كنت دايره اللايف امبارح عندك الحق, كنت دايره الصباح كنت دايره اللايف بشي سي با هيغ سي اوجوردي. كنت دايره اللايف الصباح انا في السبيطار, بعثت لي وحده ما صورتهاش ما باش كون حسبت لي فو كونت. قالت لي مونيه قالت لي نمتك قبل ما ندير العمليه. قالت لي نمتك واش قالت لنا قالتنا نمتك تزوجتي مع هواري ما نار الله يرحمه. قالت لي نمتك تزوجتي. قلت لها اختي علاه كتقلقي فيا؟ قلت لها داك مطي داك نسبك على بالك, روحي كيما نقولوا حالتي ما رايش كاع في واسمو بالفيت بالخراب واسمو, غير روحي وجهي راهو يخلع عيني راهو منتفخين بالبكاء. روحي كاش ما نقول لك استغفر الله يا ربي. روحي تقولي لي الفيت السيد ميت وانا بالعب. روحي يوم الجمعه ما تحشميش. او ماي جاد انا والله العظيم كنت حندير اللايف قسما بالله. قلت اليوم ما نديرش اللايف اصلا, انا راني زعفانه وراني ندير العمليه وراني نبكي وصرا لي انهيار عصبي قبيله نبكي نضبح. وجاو لي قالوا لي دوكا درتي لا انستيزي ما تبكيش, وهي تقول لي هذه الهضره فيلتخ بالبكاء. اش دخل الفيلتخ؟ اش دخل البكاء اصلا؟ ما عنديش الحق نحزن ولا كيفاه؟ انا ما نديرش اللايف, انا جيت ندير اللايف بس كي راني وحدي راني باغي تقصروا معايا تنسوني شويه. انا على هذيك جيت حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم بغيت تتبعوني ولا ما على باليش. ربي يرحمه. مات خالي اختي درت شد الصدر. ربي يعطيك الصبر امين. ما قدرتش نريح. انا نريح وانا نتفكر. انا ما كنتش حندير لايف, قلت لها ما كان لا ندير لايف. قلت لها اليوم راني لازم نرتاح. قلت لها هذا الحزن اللي فيا كي راحت تتعشى راني حاسه راني وحدي. قلت نعيط ندير لايف.
ماما ما عايش مليحة، ماما راي في حالة، ماما راي وتشارة ومبدل قاع، طلعت لها طونسي ولا ما فهمتش. ماما كلهم يقيسوا لها الضغط تاعها نورمال. أكي مليحة، ما حسيت ما والو. أي واحد يروح بلاصة يتوحش بلاده. لا ودي شوفي، هما في تزايكي عيتنا لهم راهمش كيما أنا، هما راهم متونسين. كي يكونوا متونسين والغاشي والقرآن وكاع شغل تجيك الكوراج، بصح كي تكوني وحدك وعملية وبلاد وماماك مسكينة هنا ودفنوه وملحقناش نشوفوه، هذيك اللي توجع أختي، هذيك هي اللي توجع. دوكا تحكمي الطيارة متلحقيش من فعل الدفن. المهم ما نزيدش نقلق روحي وما نهضرش على حتى عملية حتى كي نوض، بس كي تبداو تنرفوني. إذا كانت ويدي من كل يوم راني هاك. ماما 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 يحب تهبط للجزائر، بصح دفنوه في صلاة العصر، دفنوه في صلاة العصر. عينيا متفخين بزاف. هذه هي سنة الحياة، لازم واحد يأمن بمكتوب ربي. بصح على بالك جاني ديريكت ربي في بالي، أقسم بالله بديت نقول يا ربي يا ربي ادينا على طاعتك، يا ربي اغفر لنا، يا ربي ادينا على طاعتك واغفر لنا ذنوبنا، أعطينا الجنة إن شاء الله وطولنا في عمرنا وأعطينا صحتنا، شوف ولاد ولادنا إن شاء الله. وكان نشوف غير وليدي برك، والله الدنيا هذه راني نخمم في الناس اللي ياكلوا بعضهم كيفاش يديروا. والله العظيم الدنيا زبل، والله ما تسوى والو قسما بالله من غير اعمالك. والله والله ضحكنا امبارح، ضحكنا. يلا مكتوب ربي، ربي سبحانه كان كاتب له، ما عندي وين نهرب. علاش راهو هكذا؟ وي جي مانجي ميتنون، ما قدرتش ميم با نكمل. جي مانجي، جابولي شوفي، جابولي قبل ساعه جابولي واحد لا سوب فيها الماء، فيها ماء ملح وسكر وبارده، وفيها بنه الروز ماشي ميم با سوب، وقدامها واحد البول فيه يشبه شكل البول جاي صفر ومايح. قالوا لي شربي هذا عجل اناستيزي، كي تشربيهم نجيبوا لك الماكله. جابولي واحد، جابولي هذه ما كملتهاش، هذه يا والله دي بويه راني صايمه وما حسيتش كاع بالجوع. فيها قرعه، فيها لحم على باليش، ولا صوب كليت غير باش نفطم، راني باش نفطم من الانستيزي، راني عيانه بزاف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.